رمضان هو أكثر وقت بالسنة بيكون ضغط الشغل علينا كثير، بيكون التحدي كبير كثير لنا لحتى نخلص البوفيه على الوقت المحدد للإفطار. برمضان لازم نحضر كمية كثير كبيرة من الأطباق، لازم تكون طيبة، لازم ما تكون خفيفة الطعم وبنفس الوقت ما تكون حارة أو تقيلة الطعم على المعدة. بتكون الزباين جايين عنا صايمين طوال النهار، لازم نختارلهم أطباق مناسبة إلهم، لذلك بنخلي الشوربات كطبق مقبلات أساسي ومنحط الصلصات على الطبق الرئيسي. تحضير الصلصات والشوربات بياخذ منا جهد ووقت كتير كبير لحتى نحضر الصلصة نظبطها ونعدلها وندوقها كمان. برمضان العملية عم تكون شوي صعبة علينا لأنه معظم الشفيه حيكونوا صايمين. المكونات كتير مهمة بالنسبة لنا لأنه لازم تعطينا النكهة والطعم للصحن اللي بدنا إياه نحن. نحن بدنا نتيجة ثابتة ومتوازنة لما نحضر الصلصات والشوربات. فهيك منتجات مثل مسحوق طماطم كنور وكنور ديمي كلاس تعطينا النتيجة الأساسية اللي بدنا إياها نحن بالضبط. بالصلصات والشوربات مكونات الكنور نستعملها كمكون أساسي، بتعزز النكهة الطبيعية، بتسهل علينا تحضير لنقدمها للزباين بسرعة بس بجودة عالية. رمضان شهر كتير مميز للعمل الجماعي، كتير بحس بالفخر أنا لما بشوف الشيفين عم يشتغلوا سوا ومن قلبهم ليقدموا أطباق كتير مميزة للزباين. لما سمعت مطعمك بتهمك ويكون مطعمك مليان زباين وخصوصا صايمين، أنت بحاجة لمنتجات توثق فيها ثقة كاملة.